وحدها تغسل تشطف ثم تنشف. تلك هي أم سلوان أو أم المعتصمين كما بات يطلق عليها، امرأة سبعينية تبرعت بالقدوم إلى الاعتصام في مبنى البرلمان مع غسالاتها لتقوم بغسل ملابس المعتصمين يومياً بشكل مجاني كدعم منها للاعتصام. جبت غسالاتي وجيت، أنا مود المظاهرين، أغسل ملابس من المظاهرين لعيون السيد ولعيون الصدر. أنا جاية أغسل أخدمهم في سبيل المظاهرة، أنا مود أسوي لنا حقوق للشعب، للشباب، للبطالة. إيه بلاش؟ أي والله مجانا. كبر عمرها لم يمنعها من المشاركة مع المعتصمين رغم مرضها، شاركت ثم أبت العودة إلى منزلها كما تقول. يتوافد المعتصمون لها كي تغسل ملابسهم، يقدمونها ثم يقابلهم ترحيب منها وكأنها أم لهم. أنا معتصم صار لي 15 يوم هنا، أجلس بهدي ماتي أم سلوان وتغسلي أنا جاي كان جاهزة ولا مو فلوس ببلاش ترى تغسلين. هنا أم سلوان موجودة، نجيب لها ملابسنا تغسلهن تعطرهن تنشفهن تطيناهن بدون أي مقابل مالي، غسالات من جيبها وشي التنظيف من جيبها، ويعني هي فائدتنا وحتى تدعم المتظاهرين والمعتصمين. أم سلوان واحدة من قصص التعاون التي كتب في فصولها ضرورة تقديم الدعم اللوجستي للمعتصمين حتى تحقيق مطالبهم التي خرجوا من أجلها. امرأة سبعينية أصرت على التواجد بين المعتصمين، تقوم بغسل الملابس لهم بشكل مجاني بخطوة منها لدعم المعتصمين. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.